في واحدة عصبت من ولاده قد ما عصبوا طيرات بلعتكم. الواحد وقفت عربيته حد بيت، طلعت المرأة قال بدنا ننام هون، قلت له فيش محل، في أوضة الناطورة فيش حدا، راح نايمك تحت بس في شغلي، في عندي أختي خاوطة اسمها حني وقت تفتح لها الباب. قال له طيب، بلل نايم دق الباب عليه، مين؟ قلت له أنا حني. قال له روح منها وحدة خاوطة. قلت له بعمل لك بإيد وحدة، روح في اللي منها وحدة خاوطة. ربع ساعة رجعت دقت الباب، افتح لي. قال له مين؟ قلت له أنا حني. قال له روح من هون وحدة خاوطة. قلت له بعمل لك بالإيد الثاني، روح في اللي من هون. نص ساعة ساعة دق الباب، افتح لي. مين؟ أنا حني. قلت له بعمل لك بالإيد الثاني وبلساني، هيك لعب الوسواس براسه. فتح لها الباب يعني عم يتعشى عند صاحبه، قال له يا زلمة شو بوها الكلب عم برقبني كل ما عم باكل؟ قال له شي طبيعي عم تكله بصحنه. إذا عم بفرش سنينه وبلع فرشية سنين كبر بطنه، قالوا له ما لك شغال حكيم النسواني بيساعدك، قاعد بالصف قاعدة وحدة حبل حده حبلي. قال له شو فرشية؟ قلت له هيك بلشنا. قلت له يا رجال، قال لي حكيم النسواني ممنوع نعمل سكس على جمعة. قال لي حكيم سنين قال لك شي. الواحد وقف قدام ملحمة في بسعيني، مياو مياو حرامك كب لها شوية فتيلي، كبل له. بعد شوية مياو مياو حرامك كب لها شوية كافته، كبل له. مياو مياو حرامك كب لها شوية تيبلي. بعد شوية قال له حيم اعطيني حقه، قال له شو خصني عم ترجم له. عمك طانيوس فات عبار، قديش بدك؟ قلت له 100 دولار. قال له معي 10 دولار. قلت له 10 دولار بعمل لك بوز البنجوان. شو هالبوز؟ وقفته على الحيط، قشرت له بنطلون ومشي سيسات. شوي مشي اجى تيمشي حاله فعلت. واني كراي يعني عم يتعشى عند صاحبه، قال له يا زلمه شو بوها الكلب عم برقبني كل ما عم باكل؟ قال له شي طبيعي عم تكله بصحنه. باميلا اندرسون راحت عند حكيم النسواني، فتحت اجرايه عم بفحصها. قال له واو واو واو. قلت له ليش قلت واو واو واو؟ قلت واو وحده هي الصدى. واحد كان بالمطعم بده يفوت على الحمام، انحشر بده يمسح، فيش ورق تواليت، طلع لقيه مسحين بألوف، حط ايده بجيبته ما غير 100,000 صرفه من السله. هذا واحد تاخر بالسهره. ايه تاني نهار قال له صاحبه ايش حكيتك شي مرتك؟ قال له لا بس على الحلتين هوت السنين من قدام كان بدهم ابع. هيدا ختيار. قال له حكيم عنا شيف بقش في شي. قال له جيب ببروني بس يمشي الحيل زروت الا مشي الحيل مرة. تحت اشهر حبلت مرته، اخذها عند الحكيم 6-7 ساعات تحت العمليه، طلع خير يا حكيم. قال له مبروك اجيك قالب عكاوي. هيدا كان بالجبل، كان وصاحبه عاصته الحي بالمحروس. صاحبه بالعربيه دق الحكيم ايش بدي اعمل الحكيم؟ قال له بوصلش معك من هون لعندي بدك تمص له السميت. بس سكر الحط. قال له شو قال لك الحكيم هيك؟ قال له بدك تموت عم. عم تخلف مرته طبيعي وتصرخ، هو قاعد برا وعم بيدعي يا رب وسع للصبي ورجع ضيق البيو. الوحده راحت قالت له الجوزه في معرض رجالي بدي اروح اتفرج. معرض رجالي. تاني نهار شملت يا مرة، قلت له والله الكبير اخذ الذهبية والوسط الفضية والصغير البرونزية. قال له مثل عندي. قلت له فيش منه بالمعرض كله. انقرت معه تاني نهار، قال له في معرض نسواني رايح اتفرج. راح بس رجع قلت له ايش رجال؟ قال له والله الصغير الذهبية والوسط الفضية والصغير الكبير البرونزية. قلت له مثل عندي. قال له فاتحين فيه المعرض. اثنين ختيارية راحوا على الكباريه، وصلوا على الباب. قال له ايش قولك يا طانيوس؟ اذا كحتونا ايش بنقول؟ قال له هيني اذا فوتونا ايش بنعمل؟ سفق سكره قاعد عم ببوس مرته، قال له شفافك ملحينه مره، توقفوا بوسني وكحمار. طالعين بالاسانسير فقست على الثاني، قال له انا وين رايحه؟ قلت له رايحه على سحب الدم، بيعطوني 50 دولار على السحب. ايه فقسوا على الخامس، وين رايح؟ قال له رايح سحب السبيرم، بيعطوني 500 دولار على السحب. 500 دولار. تاني جمعة التقوا بنفس الأسانسير عم بفس على التاني مثل. راح تيشت الإسبادرين، قال له ضيق، قال له رجع لسانه جربه، بعد ضيق. واحد أقرع. إيه. تجوز. فات على الأوضة قلت له مرته قعدني على كتافك، شو بدك تعمل؟ قعدني على كتافك، وطي راسك شوي، والله بتلبق لك الغرة وراها. اثنين شحادين، واحد مروح ايديه، واحد حد وحرام بيرجف. قال له بشرفك بدي اروح طير ماي ساعدني بعطيك سيجاره.
راح ورا الحائط بلش ايديه كفي خد العلبه كله. الواحد عم توج عم بيجوا من ورا. راح عند الحكيم قال له عم بيجي عند المدخل. قال له هي بسموه مخرج بس وبس رح تسميه مدخل رح ضل توجع. واحد طلعت على صاحبه المحدلي. محدلي. راح تشق عليه قال للناس بأي أوضة حاطينه؟ قلت له 12 13 14. إلفيس بريسلي فات على مطعم. قال له بدي حاسبك عندك حمام بريفي مش حد بعضكم؟ قال له ليش؟ قال له زلمة كل ما تكون عم طير مي وقف واحد حدي. أوه إلفيس. قال له شبيك مدمم مكسر هيك؟ قال له ضربني طانيوس. أنا ما كانش في شيء بإيديك؟ قال له مبلا صدر مرته. قال له يا مرة اليوم المدير شاف كم شعرة بيضة بصدري راح زاد لي معيشي. قلت له كنت قشيت بنطلونك خد تعويضك. الواحد بشك بمرته. جاب الناس قعد بوج البيت. قال له شوف لي وينين؟ قال له حبوت النوم. هو إياها. قال له هدي هالصاصتين قوصها ضرب راسها وقوصها ضرب المحروس نهير أمره. حط البارود هيك اعطيني ضرب واحد بقضي. في قال لي عندك طلب اذا بتعمل ايه بعطيك 100 دولار. قال له اشو؟ قال له معك 200. قعد هو صاحبته قال بدنا نلعب لعبه انا امبيلونس وانت اشاره حمراء. راح نبلش بس قال لك اشاره قلت لي اشاره حمراء بوقف. شو اوكي بس اشاره حمراء اشاره حمراء اشاره حمراء. قال له الامبيلونس بوقفش على الاشاره الحمراء. طب صغير قال له صاحبه وصل على الواحد قال له انا عرفت الحقيقه شوف ايش بيصير. وصل عبيه انا عرفت الحقيقه. قال له هاي 100,000 وجيب سير لامك. اوف. راح امه انا عرفت الحقيقه هاي 200,000 وجيب سير لبيك. تاني بيكبر مشروعه ونزل عند الخضارجي انا عرفت الحقيقه. قال له ابني حبيبي. قلت له طانيوس عم يجعني صدري. قال له فرجتي للحكيم؟ قلت له ايه. قال له وايش قال لك؟ قلت له قال لي واو. الواحد طلع بالبوسطة من ورا قال له ورا اوادم اللي قدام اخوات شرطوطة. سمعوا الشوفير سفق فريم لقطوا بخوينيقه. منين اخوات الشرطوطة؟ قال له شو بعرفني خلطتن خزاني. قلت له هيدا طانيوس عقليته بين اجراءه. قلت له انا كثير بحب العب له بعقليته. هيدا عمك طانيوس قاعد وحده حده. قلت له بتعطيني 20 دولار بعمل لك بايدي؟ قال له بعطيكي 50 اذا بتلاقيه. قال له ايش اسمك؟ قلت له كارمن. قال له ليش؟ قلت له كار لان بحب السيارات ومان بحب الرجال. قال له محسوبك بزبوز التسطوس. قلت له طانيوس اذا نهيت الكون بعد 20 دقيقه ايش بتعمل؟ قال له بعمل سكس معك. قلت له ايش بتعمل ب 19 دقيقه البعوي؟ اثنين ختياريه فات قال له بدي وحده بيتزا. قلت له مرته بلشت تاكل بس خلصت قام دفع الختيار. شو وقتينا بعد وحده بيتزا قام اكل الختيار راح دفعت مرته. قال له صاحب الهي قال له يا عمي شو هالحب والحنين ايه ده؟ قال له يا ابني ايام ضايقه ومعنا شغال واجبه وحده. وحده راحت تجوزت سياسي مش عارف لك اسمه. ثاني نهار قلت له القاضي بدي يطلق. قال له ليش؟ قلت له ما فيش غير ايدي طول. ايد عمك طانيوس قال له الحنا قال له حنا بدي 100 دولار. قال له يا حب جايب تفوت ايدك وخده. ينبش 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 قال له ايش القطه؟ قال له ما لقطش منها غير قلعه فرانكلين. اذا عمك طانيوس كان يحكي مع وحده وتركها. تركها؟ ايه. ثاني نهار قلت له اما ان شاء الله تتجوز ما تجيبش اولاد. قال له ان شاء الله بنتك تجيب اولاد وما تتجوز. ظهر مع وحده عمك طانيوس طلع على باله كشف من تحت. قلت له بعد ناقص؟ قال له هلا بزيد. فات على بيو لقيه كابس فيه. قال له تفوق عليك. قال له هيدا بتنعيس. قالت له حياتي فيه يصور لك من تحت؟ قال له ليش؟ قلت له بيكبر غير عزوم الكاميرا. عمك طانوس حيطت له حني بالمطبخ. قلت له تعال شلحني واعمل لك دق. قال له ليش؟ قلت له حياتي طبخه بالفرن بدها 3 دقايق. والمنبه طبقه واقف. بس تكبر طانوس ايش بدك تعمل؟ قال له حكيم نسويني. قال له ليش؟ قال له في احلى منه الوحده تشلح لك جوزها يدفع لك. ختيار قلت له حكيم وجهي مجعلك. قال ركب برغيان هومز كل يوم تشدي 5% بصير يشد وجهك. قطع جمتين قلت له حكيم طلع لي شميتين هون. قال له اذا بعد بتشدي اكثر بيطلع لك سكسوكي. قال له بدي اخبرك نكتي قد ما رح تضحك علي راح تدق صدرك بذكرتك. كشفت له انا مخبرك اياها قبل. الواحد راح يطلب وحده من بيو. قال له بيا بديش بنتي تقضي حياتها مع واحد مبهول. قال له كرمال هيك جاي اخذها من عندك.
هيدي حنة راحت عملت تاتو وردة تحت ذكرته. ايه نايمة عشية قلت له حنة، قلت له طانيو شفت الوردة؟ قال الحشيش مش مبين. الوحدة سافر جوزة صاحبة ابن جيران اسمه زوزو، شايم لقيتها حيط الحمام تجي يلا يا زوزو، يجي زوزو. اجى جوزة من السفر كلها ليل يلا يا زوزو يلا يا زوزو. شي القصة يا مرة تتمغمغة، قلت له هيدا الخروف عند جيران اسمه زوزو، تنوفر ورق وتواليت بيجي يبسو فيت وبسو لمسحت. تاني نهار فات جوزة على الحمام يلا يا زوزو مش بقرونك يا اخو شنو. قال له اعطيني علبة فياجرا جاي الليلة عندي خمس نسوان طلع حقلهم. تاني نهار التقى فيه مجفصن ايده قال له شلون معك؟ قال له ما جاوش. قال له طانيوس مين ضربك كف؟ قال له زلمه طلعت بالاسانسير طالع وحده بوجهي قلت لك بوس على اثنين طلع اصدع على فقسيت الاسانسير. هي فاتت لقيت جوزها مع اخته قلت له بعد في اضرب من هيك؟ قال له امك بالغزيني. قال له يا زلمه عندي ابني عمره خمس سنين راح حب الصانع عندي. قال له كيف؟ قال له راح فخت لي الكوندوم تبعي. إذا عمك طانيوس كيبس بالمرة قال لي بدي يقطع وقت مش تشوفيني. قلت له بدك تتركني؟ قال له مش هي قصدي برومي. قال له بايو طانيوس مصاحب؟ قال له لا. قال له بدك تصاحب ضروري لأنه إذا بعد بصحت بالحمية بدي دعك. سمكة كرش عم بيعلم ابنه كيف يتصيدوا بني آدم. قال له بتوصل يا بايو بتبرم ست سبع برميت حواليه وبتفز وبتاكله. قال له يا بايو ليش مش من أول برمي؟ قال له استفد بدك تاكله بخرا كله. وقف تاكسي. قال له الشوفير راكب واحد؟ قال له بس بجرب. هيدا دق لصاحبه قال له وينك؟ قال له نايم. قال له عندي واحد مثلك. هيدا نايم حد مارته. قلت له طانيوس انت مثل نهار التنين. قال ليش؟ قال له لان تجي بسرعه. هيدا واحد طالع بالاسانسير طالع واحد بوجهه طوله شي مترين عضل هيك صار جائره طلع في ايد طويل قال له برهوم غبي عن وعي هديك. سحبوه على المستشفى طوارئ. وي قال له ايش قلت لي بالاسانسير؟ قال له قلت لك اسمي برهوم. قال له فكرت قلت لي بروم. هي عدته صاحبته عدته؟ بيسرب على البيت كيف بده يعرف تعرف مارته في عنده كلب صار يهاوشه. فات قال له يا مارة لك الكلب ايش عمل فيي؟ قلت شوف شوف انا ايش عمل فيي. قال لي زلمه هيدا طانيوس بالضايقه كل الحريم ميت عليه وما عادش ليره يمشي كيف هيدي؟ شو هالسر؟ قال له بدك تعرف شو هالسر؟ قال له ايه؟ قال له انت بس بدك تطير مي قبطون في دوش. قال له ايه؟ قال له طانس بلبطه طلبي. قال له المرته بدنا نعمل سكس اليوم. قلت له صايمه عن اللحم. قال له اللي فيه بورق عريش. واحد فات سرق ختياره صارت عليه حرامي حرامي على وطي صوتك احسن ما حرامي حرامي هارب حرامي وكذاب. نام مع وحده قلت له الفتيت تبعك صغير. قال له اكيد صغير بصاله كبيره هالقد. الوحدة عملت تاتو بي هون وبي هون عم تعمل شول جوزة عشية. قال له لي منو هيدا بوب؟ في كلب عيطت له كلب فز على السجن قلت له هاي بولدوغ. قال لي فيك تقولي دوغ بس البوليت علقوا فوق. كظم كيبس بوحدي قلت له انا بحياتي ما مبسطش هالقد روب عم فيتش جري. وحدة دقت لصاحبها قلت له هيدا بي بيجوزني واحد معه مليون دولار وقصر بدبي وفيراري ويخت اللي ايش بدي اعمل؟ قال له اساليه بنام مع شبيب. الواحد مات نزع جهنم فتح له باب عزرائيل او كبسين شاوي بالعالم شوب شاوي 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 تاني باب كبسين الي. قال له مش هون. تالت باب وحده عمرها شي 18 سنه عم تعمل سيسات لانكتيار. قال له هون بدي. قال له يا بنتي خلص دورك اجي من حل محلك. عمك طانيوس اخذ مرته عند الحكيم حبلي قال له مرتك معه توم. قال له عرفهم مجربين على الملتين. عمك طانيوس قاعد حد وحدي عم يتعرف علي قال له ايش اسمك؟ قلت له لك من الاول انا كثير ادمي وبحلب صوفي. قال له محسوبك صوفي. الواحد توحمت مرته على الموز راح جاب كيلو موز طالع بالبوسطه تيري صار مرسول للعالم الموزات طلعت موزه تمام ما بصورش يعني شوي وقفت البوصله نقزوا هي الورق ستيل ستريكني وصلت. الواحد عمل شارت هو مارته ايه الكل نهار في حرف ار بيعملوا سكس فيه عندي ما في ار ماردي في ميركوري في جدي لا تاني نهار سبت جاي مهايبر المره قلت له حياتي اليوم سامر دي. قاعد عند الحكيم قاعد وعد حده قال له شو 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 بك؟ قال له معي بروستات. قال له شو 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 يعني؟ قال بول مثل ما بتحكي.
الواحد راح على محل احذيه عم بيشتغل عنده، اجى واحد قال له عجبني بوت شغيلك، قال له كيف؟ قال له انا بزعج زبونيتي اعطيه بوتك. ترك شغل فقال راح اشتغل محل قمصان وتياب. اجى واحد عجبتني قميص شغيلك، قال له انا ما بزعلش زبونيتي اعطيه قميصتك. ترك شغل راح اشتغل محل سميني. فيش دقيقتين فادي، قال له صاحب محل ايش صار معك؟ قال له في عندك واحد جوا بده 10 بيضات وفيش غير طبين، ايش فكرت تعمل؟ فات عبار قال له بدي كيس ويسكي قبل المشكل، عطيو اعطينا كيس ويسكي قبل المشكل، عطيو واحد تاني قال له اعطينا كيس ويسكي، قال له اي مشكل؟ قال بس بدك تطلب حقه. الواحد جاوز فات على الاوضه قال لحياتي وين عبالك بوسك على الغايم او على القمر؟ قلت له فرجيني صاروخك تعرف وين بوصل. واحد مات طلع على السما قال ربنا هون مفاولي، نزل تحت على جهنم قالوا له هون في شو واسعه؟ قال له يا لفوق يا لتحت عند مرتي مش رجع. قال له طانيوس بتعرف اشو البوز اللي بيجوا فيه الاولاد بشعين؟ قال لها اسال امك. قاعد مع صاحبته قال له اللي بيعجبني فيك هالبرامتين الكبار فين هالبرامتين الصغار؟ في بلا اخلاق. قال له قصدي عينيك. ثلاث شباب حاجز بأوتيل ما فيش غير تخت واحد ناموا فيه. تاني نهار وقع هيل على اليمين قال لي زلمة عم بحلم كل الليل حدا مهديني من تحت. هيل على الشمال قال لي زلمة انا مثلك عم بحلم حدا مهديني من تحت. هيل بالنص اشيل حليب الزك انت وياه كل الليل عم بحلم عم بعمل سكي انا. قلت له اجري علينا، قلت لك انت ناطر بالفرماشيه، سمعت واحد فات قال لي بدي كوندوم اكس 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 دار، رحت جوزته طلع بتقتل. هيدا عمل عملية إيه؟ بس وعي لأداء الحكيم صارت هالقد إيه؟ قال له دي شيخ دي توقت العملية حكيم، قال له أنا مربط له سئبتي. قلت له الجوزة عرفت الأبونا اللي جوزنا مات؟ قال له أكيد بدي يجي نهار ويتحاسب على عاملته. هيدا صاب صغير مهودس بابا نويل، كل الليل بابا بدي شوف بابا نويل بدي شوف بابا نويل، قال له بكرة بس يجي بابا نويل بقول لك. تاني مهاودس ما قدرش ينام الصبي، سمع بيو عم بيقول للام وبوت النوم، اجا يا مره وفات حمل جرس بوتي بابا. قال قديش بدك تطعمي لي خمسه باليد واحد؟ قلت له 20 دولار بدك؟ قال له لا بس تشوف قديش صرت موفر. قلت له رجال ايش بتحس انا عم بعمل لك سيسات؟ قال له برتاح من صوتك خمس دقائق.